موني تقول كيف أتصرف مع التهديد بالطلاق خلال سوء التفاهم العادي سريع الغضب، بس على طول بعدها يتأسف ويسامح. يعني الأساس أنه العصمة بيد الرجل، لأنه الرجل يعني مطول بال على العلاقة أكثر من المرأة. حتى لو تشوفون في الدراسات، المرأة تطلب الطلاق أكثر من الرجل. يعني المرأة تهرب من العلاقة الزوجية أكثر. يعني النساء اللي يقولون أبغى أطلق أو أطلق لما يتممون الأمر ولا يخلعون الرجل، ولا أكثر من الرجال. الرجل يظل يحافظ على العلاقة، ويظل يحافظ على زواج مخرم وزواج مهدم وزواج تعبان، ويظل يبلع ويغمض ويمشي ويقول أوكي ماشي عدي أوكي، ولا كأني أشوف، وأطلع للاستراحة وأحط البيت على جنب، وأتزوج واحدة ثانية وأحط الأولى على جنب. أبعد فكرة هي فكرة الطلاق بالنسبة للرجل. فبالتالي اللي قاعد يقوله زوجك هو مجرد تهديد، يعني هو مش موضوع. وانت شفت يعني عارف القصة، عارف المعادلة، انه هو يدخل في حالة غضب، يبدأ يهدد. يعني في حالة غضب، يعني هو خلنا نقول طفل داخل قاعد يفحط في السيارة، ترى بصدم فيكم، ترى بصدم، عصبتوني، ترى بصدم فيكم كذا، يعني حركات بزران. فهو يصل إلى هذه الحالة العظيمة ويدهد، والله يطلق، والله ما أدري. أنت لو قلتي بطلق قال لك لا أبد، لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال. بعدها يتأسف ويسامح. الحمد لله أنا سامح، الحمد لله. هذه الكلمة بحالها يعني علمتني إن الطبخة كلها يعني معفوسة. يعني المفروض انت اللي تسامحين، مو هو اللي يسامح. انت تسامحين، انت اللي تعرضت لهالموجة العنيفة. انت اللي متعرضة للموجة العنيفة. يعني هو يسامح عشان هو عصب. يعني هو قاعد يسامح عشان هو عصب هدد بالطلاق. يعني اوكي سامحتك على الخطأ، سامحتك على الخطأ السخيف هذا، سامحتك على الخطأ السخيف هذا. طيب انت ما انتبهت انك انت اعصابك سايره ومعصب ومخربط الدنيا ومخربط اجواء البيت ومسوي طاقه زي الزفت، وبعدين جاي الان تهدد بالطلاق. ما انتبهت لكل هالاخطاء، وانت ما انتبهت لكل هالاخطاء. بس احنا منتبهين للخطا حقك، يعني عشان احنا ننتظر، يعني عشان يقول لك اوكي وانا سامحتك. فبالتالي انت محتاجه انك انت شويه تفهمين الواقع اللي انت فيه. يعني محتاجه انك انت تفهمين وش اللي قاعد يصير بصراحه. محتاجه انك تفهمين انه انت يعني ما تكررين تعيدين نفس القصه كل مره. يعني كل مره تسوين انت خطا تتهزئين وتتهددين بالطلاق، بعدين يجي يقول لك سامحتك. مين المخطئ هنا؟ مين المخطئ في الموضوع؟ مين المفروض انه يعني ينظر للامر بطريقه مختلفه؟ المفروض انت تنظرين للامر بطريقه مختلفه، والمفروض انه رده فعلك تكون بطريقه مختلفه. يعني المفروض اذا هو يبغى يطلق، قولي له اوكي خلاص ما عندي مشكله. شخص يبغى يطلق، قولي اوكي ما عندي مشكله. تبغى تطلق يعني ماشي، ما في مشكلة. دائما شوفي العقل اللاواعي عنده برمجة، وزوجك عنده برمجة، زوجك عنده برمجة انه هذا السلوك قاعد يعطي نتيجة، هذا السلوك قاعد يعطي نتيجة، لأن قاعد يكرر طوال الوقت. فالمفروض أنه أنت تنهين هذه القصة. هل هو راح ينهي هذه القصة؟ لا أحب أقولك لا، ما راح ينهي هذه القصة. ما في أحد قال له انضبط، يعني ضبط الطفل الذي بداخلك.
ما في احد قال هذا الكلام، ما في احد قال له يعني انت تفرقع تسوي كل هاي الاشياء تبغى تطلق، ما في مشكله، اتس اوكي اتس اوكي، مو مهم. ما في احد حسسه ان كل هالزوبعه اللي يسويها مش مهمه. سؤال حبيبتي فاطمه تسال تقول كيف يتخطى الرجل الم الانفصال وما يهرب من مشاعر الالم؟ هذا الموضوع كبير جدا، موضوع يعني على فكره من الموضوعات اللي يعني مخبية في 60 غلاف، وهذا موضوع مدمر جدا للرجل، وكثير من الرجال اللي مروا بحالة انفصال تدمرت مشاعرهم وتدمرت حياتهم وما وجدوا طريق ولا أحد يساعدهم ويخلصهم من الأزمة اللي هم يشعرون فيها. بخلاف المرأة المطلقة في الغالب أنها هي تبكي، تروح الجروب يساعدونها، تروح اللايف كوتش، تأخذ كورسات، يعني تلملم جراحاتها. لكن الرجل لا يعرف كيف يلملم جراحه، لا يعرف، لذلك سيبحث عن امرأة أخرى تلملم هذه الجراح وتعمل تخدير ويعني تطنيش، خدر وطنش. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي يعرفها الرجل لما يتعرض لهذا الألم. في الغالب الرجال لما ينفصلون بسرعة يتزوجون، خلاف المرأة. المرأة تأخذ وقت، خلي أفكر، خلي أقلب الموضوع، إلا إذا دخل لها إيش، دخلت لها حالة الغيرة، أبغى أثبت إني أنا، أبغى أثبت إني أنا أحلى، لا خلي يعرف إني أنا مرغوبة ومطلوبة، أشياء تشوش على رأسها. بس المرأة اللي شوية يعني ما عندها التطرفات، خصوصا تطرفات الغيرة، في الغالب راح تقعد مع نفسها وتكلم الموضوع وتفكر وتأخذ نفس عميق، ويمكن تأخذ كورس، يمكن تروح عند لايف كوتش، يمكن تطور نفسها، يمكن تتوظف، يعني راح يصير في تغيرات كثير في حياتها قبل ما تأخذ خطوة ثانية تقول يلا أنا جاهزة للزواج أو يلا أنا بتزوج. بخلاف الرجل اللي مجرد ما يوقع ورقة الطلاق يقول في واحدة جاهزة، أقرب واحدة جاهزة، أقرب واحدة جاهزة، لأن هذا الألم اللي موجود ما يعرف كيف يسوي ديل مع هذا الألم أصلا، ما يعرفه ولا يعرف شكله ولا يعرف كيف يسوي معاه، ولا يعرف أحد يعرف. تخيلين يعني هذا الرجل اللي مر بحالة الانفصال لا يعرف أحد يعرف، يعني ما يعرف صديقة ولا خوية ولا أخوه ولا أبوه يعرفون كيف يسوون ويحلون المشكلة، ما يعرفون، كلهم يعني كلهم مع بعضهم ما يعرفون شو يسوون بهذه المشاعر الألم. ولا تخيل يروح يقول والله أنا كثير تألمت لما طلقت فلانة، يا الله وفشلته وين رجولتك وين، يقول إيش، يقول إيش ويخلي إيش، ما يقدر يعني. بس المرأة عادي تقعد تنوح وتصيح 10 سنوات عادي تقول راح وخلاني وتصيح، والناس كلهم ما عليش إن شاء الله يجي أحسن، ما عليه يا حبيبتي بسم الله عليك، ما تشوفين إن شاء الله يجي أحسن منه 10 سنوات عادي. بس تخيلي رجل يروح لأخوه ولا الأبو ولا صديق يقول والله انكسرت شوي يوم فقدت فلانة، وين رجولتك؟ وين ذكورتك؟ كيف تنكسر؟ كيف تتأثى؟ كيف تنخدش؟ كيف؟ فما في طريق، ما في، مسكر عليهم من كل الطرق، من كل الطرق، كله كلوز. أنا الوحيد اللي قاعد أتكلم، كلوز. الطريق المفتوح امرأة أخرى، أي جنب.
من هنا هذا هو الطريق يا جماعة. في واحدة جاهزة؟ يلا خلونا نعمل إجنور القصة كلها وننسى الماضي وننتقل لقصة أخرى وبس. بس هذه الطريقة، هذه الطريقة اللي يعني إن شاء الله يوم من الأيام أعتقد يعني أعتقد جازمة راح يجي يوم من الأيام إنه الرجال يكونوا مستعدين إنهم يطورون أنفسهم، يطورون مشاعرهم، إنهم يسمعون مني، إنهم يسمعون من الأشخاص اللي يقدرون يساعدونهم. إن شاء الله نصل لهذه المرحلة. لكن أعتقد إنه إحنا نحتاج في البداية كسيدات إن إحنا نفهم الوضع اللي يمر فيه الرجل، وبعدها هم راح يلتقطون الأمر. بعدها راح يلتقطون. طيب يلومونك ليش منحازة للرجل اليوم؟ يا جماعة ليش الناس تحس إنه لازم فيه انحياز؟ ليه؟ لماذا؟ إحنا مو منحازين لأحد، إحنا نشرح الحقائق كما هي. الرجال عندهم بلاويهم والسيدات عندهم بلاويهم، صح ولا لا؟ تقول لي كيف أعزز الاحترام بيني أنا وخطيبي بعد ما راح بسبب بعض المواقف اللي تجاوزنا فيها الحدود؟ طب هو راح ولا لا؟ كيف أعزز الاحترام بيني أنا وخطيبي بعد ما راح بسبب بعض المواقف اللي تجاوزنا فيها الحدود؟ أنا أعتقد إنه راح، يعني ما عاد أنت يعني ما المفروض إنك أنت يعني مدام أنت في البر ودام القصة انتهت خليها تنتهي. مرات إحنا نقاوم النهايات. وفي عندي مقطع على اليوتيوب اسمه رسائل النهايات، جميل، يذكرك انه مرات احنا نقاوم، ما نبغى شيء ينتهي، لا غصب نبغى نكمل القصة هذه. وعلى فكرة هذه قصة كبيرة في الحياة بما فيها الحياة بكبرها. نقاوم مثلا ما نبغى نموت، نبغى الحياة، ما نبغى القصة الفلانية، لا نبغاها تستمر حتى لو كانت قصة مرة تعبانة نصر عليها. فما المفروض انه انت تفكرين انه احنا وشلون يعني نعزز الاحترام؟ الاحترام انتهى وكل واحد قلل ادبه وانتهت القصه، وانتم يعني علمتوا بعض وادبتوا بعض وخلاص. الان ما هي الرساله من هذه العلاقه؟ ما هي الرساله اللي انت فهمتيها واستوعبتيها من هذه العلاقه؟ ما هي القصه اللي انت تقدرين انك تحسنينها في العلاقه القادمه؟ بس اما هالعلاقه خلصت، قلبيها، قلب الصفحة. أعتقدها نفسها ولا بس عادت صيغة السؤال، وأحس إني أنا ذكورية لأن ما إذا كنت فهمت السؤالين مع بعض إنها أمها سيدة مستسلمة، فهي أصبحت شخصيتها ذكورية. مبرر مثلا تكونين انت وامك في البيت ومحتاجين طاقه ذكوره، مثلا انت وامك في البيت، امك كثير تحمل طاقه انوثه، كثير كثير كثير، يعني عندها 99% طاقه انوثه، وطاقه الذكوره عندها جدا بسيطه وضعيفه. طب انت في البيت في أشياء يبغى لها إنجاز، فيه يمكن عمال بيدخلون بيت يحتاج تفهمين معاهم، في خطط لازم توضع، فيه قانون لازم ينضبط في البيت، مين راح يسوي هذا الشيء؟ نحتاجين طاقة ذكورة، صح ولا لا؟ فإذا ما في ذكر في البيت، فإذا ما في رجل في البيت، لازم يكون في طاقة ذكورة. فبالتالي الشيء الطبيعي الشخص الأقدر على هذه الطاقة الذكورية إنه هو يستلم زمام الأمور، زي ما إحنا رايحين على مرحلة من تاريخ البشرية إنه راح تقود البشرية سيدات
لديهم طاقة ذكورة أكثر أو أعلى من غيرهم من السيدات. بمعنى أنه ما راح تلقين سيدة تقود العالم يعني سايحة ومايعة وكذا يعني طاقتها كثير أنثوية كذا وتحس أنها ضعيفة وما ده مو هذه اللي راح تقود العالم. لتقود العالم هي امرأة لكنها عندها طاقة الذكورة حاضرة وتعرف تستخدم هذه الطاقة. فبالتالي وهذا في النهاية هو المطلوب، أنه أنت لما أو أنت كامرأة لما تنحطين في زاوية أنك أنت تطلعين الأدوات اللي في جيبك، أدوات الذكورة اللي في جيبك تستخدمينها. يعني أنت في البيت ومثلا في عمال بيجون للبيت وأنت لحالك، إيش الحل الآن؟ يعني تطلعين أدوات الأنوثة ولا تطلعين أدوات الذكورة؟ صحيح إنه في ناس عندهم شوية مخهم مضروب ويستخدمون أدوات الأنوثة بمكان مناسب وكذا مكان غير مناسب، لكن الإنسان الحكيم والعاقل والواعي يعرف متى يطلع هالأداة ومتى يستخدمها ومتى يدخلها ومتى يطلع الأداة الثانية ويستخدمها. فأنا أعتقد إنه يعني إنه يمكن لما أمك تكون بعمر كبير صعب تقولي لها يا ماما يعني ما يصير، أنت خليكي أقوى، أنت قابلي العمال، أنت إيش خطي فيهم، أنت يعني صعب خصوصا إذا ما هي مقررة أنها تتغير وهي تسوي وهي تضبط. فهذا دورك، هذا دورك إذا هذه أمك وهذا بيتك، هذا دورك إنك تستخدمين أدوات الذكورة عشان تعيشين. كيف أساعد رجل يهرب من مشاعره بتعدد العلاقات والخمر لدرجة إنه يرجس من مشاعره وإصابته بأمراض؟ اللي ما يبغى يساعد نفسه ما نقدر نساعده.